يقول: أعاني من مشكلة قد توصلني إلى الشرك، وهي خوفي من الجن، وقد حاولت أن أعالج نفسي بقراءة القرآن. من الجن. نعم. وقد حاولت أن أعالج نفسي بقراءة القرآن والتوكل على الله، لكن دون فائدة، وكذلك أبواب الخوف، فما هو العلاج؟ لا تيأس أبدا، اقرأ القرآن واستعذ من الشيطان ولا تيأس أبدا. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقراءة الورد في الصباح والمساء، قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ما تيسر من القرآن، هذا أيضا يكون حرزا لك من الشيطان بإذن الله عز وجل. ولا تيأس، ولا يقنطك الشيطان من الورد ومن قراءة القرآن، لا، القرآن سيقنطك وسيوسوس لك، لكن لا تيأس أبدا، وداوم على الورد في الصباح والمساء، وأكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم.